يقول السائل: ما حكم الإسبال؟ الإسبال هو إرخاء الثوب تحت الكعب، إرخاء الثياب تحت الكعبين، هذا هو الإسبال المحرم، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. فلا يجوز للمسلم أن يترك ثيابه تنزل عن الكعبين، الثياب أو الإزار أو البشت أو أي ملبوس لا يتركه ينزل عن الكعبين، فإن تركه هذا هو الإسبال المحرم. وآخر حد للثوب هو الكعب،